بسم الله الرحمن الرحيم. شاب بعد بيسأل، هو في ضرر من استخدام الفياجرا مع البخاخات او الكريمات بتاعه سرعه القصف؟ لا، هو اولا يعني كريم سرعه القصف او الاسبري بعض الاشخاص ساعات بيحطوا بطريقه خاطئه او يحط كميه كبيره. لو حط كميه كبيره هتخدر العضو، وممكن اثناء الممارسه تنتقل الى الطرف الاخر، فالطرف الاخر يتخدر كمان، يبقى مش حاسس باي حاجه، والتخدير ده ممكن يعمل ارتخاء للعضو، فيقول لك لا انا بحس ان انا في ضعف، طب انا عايز اخد حاجه مقويه، يقوم ياخد فياجرا معاه. او يكون هو بيحطه صح بس يقول لك ده انا بقعد مثلا دقيقتين وبحط الكريم بيخليني اقعد تلت ساعه، وانا مش متعود ان انا اقعد تلت ساعه، فخايف ان انا ايه ما اقدرش اكمل، في نص باخد حاجه تقويه. ده الشباب بيتكلموا، يعني مسالهم ليه بيتكلم، بيقولوا الكلام ده بمنتهى الصراحه يعني، ومعظمهم بيكون اصلا مش محتاج الفجرة اصلا يعني، ولكن هي بقت يعني حاجه زي ال يعني حاجه زي ال زي التسالي كده بصراحه يعني، ما بقاش حد يعني بيستغنى عنه. فطبعا احنا بنتكلم، لو واحد عاوز ياخد فياجرا مع كريم او البخاخ، اولا هو ما فيش ضرر، ما فيش مشكله طالما هو الدنيا ماشيه معاه اوكي، ولكن هنقول حاجتين. اول حاجه يستخدم الكريم والبخاخ بطريقه صح عشان نضمن ان هو يعني لو في كميه كبيره وخد يعني حتى كميه كبيره حصل خد وخد فياجرا برده مش هيحصل انتصاب، يبقى ما استفادش بيها. ولكن لو حط بطريقه كويسه، وهنقول يحط ازاي، الاسبراي بيترش او الكريم بيتحط عندنا هنا الحشفه اللي هي اعرض حته في راس القضيب، بنحط بخه يمين وبخه شمال، او الكريم دهن يمين ودهن شمال، والحته اللي تحت اللي هي المنطقه دلتا. المنطقه دلتا دي قلنا عليها اللي اكثر النقاط حساسيه في جسم القضيب. عدد المستقبلات الحساسيه فيها 3 اضعاف اي حته في القضيب، حتى راس القضيب. فبنحط عليها هنا المنطقه دي اللي هي الشخص اللي بيمسكها اثناء التبول، من تحت في منطقه الطهره من تحت عند الراس، او العرق من فوق كده. والنقطتين دول لو بنحط بخاخ بيبقى مثلا طبعا حسب تركيب البخاخ او حسب تركيب الكريم، ولكن في البخاخات اللي هي المشهوره زي مثلا اللي هو البروكوميل او الدوز 14000 بتحط قبل اللقاء ب 30 40 دقيقه. والكريمات المشهوره زي الاملا او البريدوكاين بيحط قبلها بحوالي مثلا 15 الى 20 دقيقه. تحط على الحته دي يبقى انت كده حطيت على المنطقه اللي هي المظبوطه، يعني اللي هي تديك افضل نتيجه باقل اثار جانبيه، ان ما يحصلش تخدير وتنميل وكلام من ده. طيب عاوز تاخد فياجرا، تاخد بقى يعني جرعه قليله، ان انت المفروض ان انت ما عندكش ضعف انتصاب. لو في ضعف انتصاب هتاخد فياجرا مفيش مشكله خالص، بكميه كبيره كمان لو عايز، مش هتيجي تقول ده انا مشكلتي ان انا بحط الكريم. ولكن لما تيجي تاخد فياجرا نفضل ناخد جرعه صغننه، ربع قرص، او ناخد بقى في فياجرات موجوده في السوق 20 مللي جرام او 25 مللي جرام، او لو هتاخد مثلا من السيالس ممكن تاخد 5 مللي جرام، اللي هي جرعاته القليله، او ببساطه القرص اللي هتجيبه تاخد منه ربع، تقسمه كده وتاخد ربع منه. في ناس بتاخد ثمن قرص، يوم ربع ياخد منه حته باسنانه كده ويعين بقيه الربع كمان. ما يعني كل مريض عارف الجرعه بتاعته، هو المريض بياخد سواء في السبري او في الكريم او في القراص بيجرب، يقول لك لا ده انا باخد الجرعه دي بيحصل معايا كذا، لو زودت كذا، لو قللت كذا. فكل مريض بيعمل تعديل للجرعه ويوصل للجرعه المناسبه ليه، هو مفيش جرعه شامله لكل المرضى، كل واحد بياخد جرعه وفقا لاحتياجاته او استجابته. وشكرا.